ولنقاش حادثة سرقة حاوية القنابل غير المنفجرة في البصرة وتداعياتها الأمنية. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله وحياكم أهلا وسهلا. كيف يمكن تفسير حادثة سرقة حاوية القنابل العنقودية بقضاء الزبير في محافظة البصرة وما حجم خطورتها؟ أولا أختي العزيزة، الحادث دل على شيء يدل على الضياع الأمني والبعثة الحكومية والمتاهة المجتمعية. كيف لحاوية تضم بداخلها قنابل عنقودية غير منفلقة من مخلفات حرب مضى عليها سنوات عديدة اليوم ليتم سرقتها؟ الموضوع أكبر من هذا، هذه الحاويات هي عديدة وليست واحدة، وأغلبها كانت تحتوي على قنابل عنقودية تم المتاجرة فيها لعدة سنوات والاستفادة منها من جهات متعددة، ثم وصلوا لمرحلة الأخيرة وهي وجود حاوية فقط تم تجميع قنابل عنقودية لحوالي 100 قنبلة عنقودية، يتم اخراج هذه المسرحيه البليده التي يشترك فيها عده اطراف. اذا الحادث حادث كبير ومتشعب، ولكن تم ترويجه وفق هذه المسرحيه الاخيره. ما مدى صحه انباء سرقه الحاويه وماذا تعكس الحادثه من الناحيه الامنيه وسيطره الاجهزه الامنيه على الوضع وحرصها على امن المواطنين، خاصه وان بعض الجهات نفت سرقه هذه الحاويه؟ يعني لو صدقت روايه هذه الحادثه وانا استبعدها، هذا لا يشير طبعا الى ضعف القوات الحكوميه، بل الى فقدان وانعدام دور هذه القوات الامنيه والعسكريه، لانها لا تفقه استراتيجيات الامن ولا تعمل وفق خطط التعامل مع هكذا احداث وحوادث. كذلك هي دلاله لحجم الاستهتار الحكومي بحياه المواطنين الذي تتعامل هذه القوات معهم كأرقام يدرجون يوميا في سجل الحوادث والوفيات. كان المفروض من هذه القوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المنطقة على أقل تقدير أن تضع علامات دلالة لوجود هكذا قنابل غير منفرقة. أيضا يعني كان المفروض أن تخرج مصارف متخصصة لمعالجة القنابل الغير منفرقة بسرعة التعامل معها، سواء الموجودة هذه المفارز ضمن القوات الأمنية لوزارة الداخلية أو المفارز التابعة لقيادة العمليات المسؤولة عن المنطقة ووزارة الدفاع. أما أنه الحكومة المركزية في بغداد تمشي هذا الخبر، فالخبر هو صحيح، حدث بالفعل فاعل. حكومة بغداد نفت بالتأكيد هذا النفي، لانه لو اعترفت بهكذا حادث سوف يدينها دوليا ومجتمعيا، لانها كان مفروض بها منذ اللحظه الاولى بعد انتهاء العمليات القتاليه، وهنا المسؤوليه طبعا تقع تراتبيه في معالجه هكذا قنابل غير منفلقه. اولا على قوات التحالف الدولي مقدمتها الولايات المتحده الامريكيه التي احتلت العراق وشرعنته رسميا، لذلك وجب عليها تخصيص لجان لمعالجة هذه القنابل غير منفلقة التي أسقطتها طائرات الموت التابعة لها وهي محرمة دوليا طبعا. وكذلك الأمم المتحدة لا يكفي أن تقدر عدد المقذوفات وفق تقريرها ب 50 مليون مقذوف، كان المفروض أن تتعاون بينها وبين قوات الاحتلال الموجودة حاليا في العراق ومع السلطات العراقية لمعالجة هذه القنابل. والحكومة العراقية يقطع عليها واجب رئيسي، لأنها المفروض أن تضع في استراتيجية سلامة المواطن أولاً الذي يمثل هو ركيزة الأمن المجتمعي، لكن ما يوجد في العراق اليوم هو استبدال الأمن الوقائي بالمتابعة الشرطوية، أي بمعنى أنه مجرد يقع الحدث ثم اتخاذ إجراءات تبعية وجردية لعدد القتلى والمصابين. سيادة العميد، من الطرف المستفيد من سرقة حاوية شديدة الخطورة مثل التي سرقت من قضاء زبير؟ أختي العزيزة، تجار السلاح والقنابل والعبوات في الوسط الميليشياوي المتعدد الأطراف والجهات باتت سلعة رائجة وسهلة الربح وسريعة الترويج بسبب وجود نظام لا دولة وغياب القانون وتعدد السلطات.
الذي ادى طبعا بالتالي الى غياب الامن والرقابه. لذلك المصلحه متعدده من اطراف حكوميه وميليشيات يتوزعون بين تجار سلع الموت وادوات الموت نفسها. المصلحه الرئيسيه من هذا الحادث هي تصب في حاضنه الميليشيات التي تستخدم الات الموت والدمار هذه، فهي اليوم تتحرك هذه الميليشيات بحريه ودون مساءله قانون الزمان. لذلك لا يستوي مفهوم الدوله مع وجود منظومات فاسده وميليشيات مسلحه. شكرا جزيلا لكم مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد.